قال رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. كونوا معنا لنقف بجانب أكثر من 4000 يتيم في محافظة نابلس. مشاريع جمعية التضامن في رمضان: الطرود الغذائية المتنوعة، الكفالات والمساعدات المالية، كسوة للعيد، الأمسيات الرمضانية، وهناك غيرها العديد من المشاريع الموسمية والتي من شأنها تقديم العون للمحتاجين. يمكنكم زيارتنا في مقر الجمعية الكائن في عمارة السختيان الطابق الثاني شارع سفيان، أو يمكنكم الاستفسار عن طريق التواصل معنا على الأرقام التالية. كونوا خير دعم لمن فقد دعمه في الحياة. جمعية التضامن الخيرية محافظة نابلس.